أهلا بحضراتكم. علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات. وجاءت زيارة الرئيس الحالية للهند كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي لتوطيد ودعم تلك الروابط الوثيقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي تناولت استعراض ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والدفاعية. وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي إلى أنه تم التأكيد على مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر. لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر.